ما حكم قول بعض المأمومين بعد الانتهاء من إقامة الصلاة لا إله إلا الله بصوت مرتفع؟ لا يعتاد دعاء معين بعد الإقامة، لكن إذا دعا الإنسان فيما بينه وبين نفسه من غير رفع صوت فلا بأس، من غير أن يلتزم دعاء معينا، لا بأس أن يقول لا إله إلا الله أو اللهم اغفر لي أو اللهم تب علي واهدني، لكن بدون رفع صوت، ولا يداوم على دعاء معين، بل يدعو بما تيسر له، وإن لم يدعو فلا شيء عليه.